إذا نديرو 9 ديال التمرين الخامس، إلا كنتي تتبع عن طريق الموصلية. السؤال الأول هو تحقق من أن كا كتساوي، بما أن هنا نديرو تركيز النواتج على تركيز المتفاعلات من خلال جدول الفيتون تساوي هي إكس إكيليبر على في توتال، مي هنا هادو مبتساويش، دونك غتقيس سي أن في أن ناقص إكس إكيليبر، سي دو في دو ناقص إكس إكيليبر. أنا خاصاني إكس إكيليبر، عطاوني سيغما هي 81.9 زائد 1.37 × 10^4 إكس إكيليبر. غنجبدو إكس إكيليبر غنلقاو 10^4، وغادي نعوضو هنا نلقاو تقريبا 10، تقريبا هي 10. يستنتج قيمة الثابتة الحمضية، قيمة كنعرفو هنا كا هي تركيز النواتج على المتفاعلات، دونك غنفرقو المقامات تتعطيني هادي هي 1 على كا أ أن، وهادي هي كا أ دو. حنا بغينا كا أ أن، بغينا كا أ دو، هي كا في كا أ أن غتخرج 10^3.8. بالنسبة للبي اش كنعرفو هي البي كا ا زائد اللوغ ديال هاد القاعدة على الحمض، دونك عطينا بما ان التركيز ديالي هو سي ان في ان ناقص اكس اكيليبر على في توتال، وهادي اكس اكيليبر على في توتال، غنختزلهم غتخرج تقريبا 5.70. نتمنى انكم فهمتو ندوزو للتمارين.